يا الله
الجميش لفل كل واعي وحضر لهذا اللقاء اللي ينتظر فيه كل الجمهور. السلام عليكم. احنا كلاعبين انا نوجدوا للمقابله النهائيه بكل وعي بكل عزيمه بكل لك لازم تكون اراده كبيره لازم يكون لك واجدين 100% لهذه المقابله اللي باسكو المقابله هذه ما تعاودش تلعب مقابله واحده نهائي واحد اللي باش ناخذوا الكاس ان شاء الله. كيفاش راهي المعنويات داخل جيده سيرتو كيما نقول لك رانا في الشامبيون رانا البرومي وليكار تاع 8 نقاط معنويات عاليه الكل راه يخمم في المقابله اللي راه تستنانا يوم 22 ان شاء الله. كيفاش راك تشوف المباراه جمعيه شوف الفريق تعرفوه ولكن سيرين فينال في ماتش تاع 90 دقيقه كلش مفتوح. كاس الجمهوريه راه باين ما كانش فيه ايكيب صغيره ايكيب كبيره ولا جمعيه شلف ولا شباب بالوزداد اللي يكون واجد مونطالمو واجد في التيران هو اللي ياخذ الكاس وحنا انا واجدين وموجدين لكلش ان شاء الله باش ناخذوا هذا الكاس. وناخذوا هذا الكاس. واش رايك الاجواء داخل الجماعه؟ الاجواء راهي مميزه كما نقولوا احنا مراده طالع الحمد لله اللي جوار واعيين كاع بالمسؤوليه اللي راهي تسنى فينا ان شاء الله نفرحوا الشعب تاعنا وان شاء الله هذا العام ندوبلي ان شاء الله. كيفاش تشوف هذه المباراة اللي هي مباراة نهائية يعني ما تقبلش الخسارة الماتش ما يتعاودش كيفاش راكم انتم يعني نفسيا تحضروا راكم سيرتو كاين يعني بوسيبيليتي باش تدور البرميتي تاعكم على المصير؟ تقدر تقول باسكو الماتش فينال ماشي كيما ماتش شامبيونا احنا الماتش هذا رايحين باش نربحوه كما من الاخر باش نكونوا حنايا هما بطل الجزائر في الكأس ومن بعد موراها ان شاء الله ندخلوا في تخمام تاع الشامبيونا اللي باقي لنا دو ماتش ولا باش نفرحوا ان شاء الله وندو الدوبلي هذا العام ان شاء الله ونفرحوا الشعب تاعنا. اما المباراه النهائيه تقدر تسمع الاثنين هو اولمبيك تشوف المباراه انتم كلاعبين تقدر تبني بون بسم الله الرحمن الرحيم كما هضرت ديجا المعنويات راهي مرتفعه تاع اللاعبين وكل واحد راه واعي بالمسؤوليه اللي راهي تستنى فينا خاصه في المقابله هذه ما تقسمش القسمه على اثنين رانا رايحين ان شاء الله باش نربحوا هذه المقابله ونفرحوا الشعب تاعنا ونفوزوا بالكاس هذه ان شاء الله. كاين لاعبين كبار لعبوا في البطوله ما يقدروش يحققوا لقب كاس الجمهوريه تقدر تقول انا واحد من هاد اللاعبين بالك اول نهائي تاعي اللي الحمد لله مع شباب الوزداد ان شاء الله نكون فيها الخير ونتاهلوا بهذا الكاس هذه ان شاء الله. وفور هذا الضمير الاخير تبع التالق اللي لعب مدينه وهران كيفاش راهي تجري يعني التغييرات والاجواء داخل بسم الله الرحمن الرحيم ممكن ما كتشوف انا مع التحضيرات تاع النهائي تاع كاس الجمهوريه ونادي لعبوا كثر منافس قوي هو ثاني ما وصلش الفينال بالسهل ويمكن ثاني هما داروا عليهم وحنا ان شاء الله رانا نوجدوا مع لونترينر تاعنا انا نطبقوا في لي كونسي تاع المدربين تاعنا ان شاء الله باش نكونوا واجدين نهار الخميس ان شاء الله في النهائي ان شاء الله نديروا اللي علينا ان شاء الله باش نفرحوا الجمهور تاعنا ان شاء الله. النهائي راح يكون في مدينه وهران تقول لك اسمها مباراه خاصه لك انت وكما قلت النهائي راح يكون خاص بالنسبه لي ان نحدد مدينه وهران والحمد لله راني نطلع باش اول كاس الجمهوريه ان شاء الله تكون بالنسبه لي في مدينه وهران ان شاء الله. اسلام نهائي صعب وايضا قدام موسم في المستوى كيفاش تشوفوا هذه المواجهه؟ كيفاش حضرتوا المغرب العدليه؟ كما قلت لك المواجهه ما راحش تكون سهله راح تكون صعيبه كنت منافس صعيب هو ثاني كما قلت ما وصلش للنهائي ما وصلش صدفه وحنا نحضروا مع المدرب نحضروا ان شاء الله باش نكونوا واجدين يوم الخميس ان شاء الله باش ان شاء الله نكونوا حاضرين في المباراة وان شاء الله باش نفرحوا الانصار تاعنا ونفرحوا روحنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم بداية. دونك التحضيرات كانت تحضيرات عادية في البداية نتاعها ولكن بعد تعرف كل ما يقرب الموعد إلا معناها تكون أكثر تركيز أكثر معناها ديتاي تكنيك. وخاصة كونسنتراسيون دونك هذا هو دونك في الأخير معناها
ستا ماتش ماتش فينال ستا معناها عرس كروي مطالبين زوز كل سوا زوز فرق باش يظهروا بوجه معناها مرضي يشرف الكرة الجزائرية إن شاء الله. كوتش بالنسبه للاعبين الكل جاهزين، خاصه مش لا وين الاخير اكثر الحديث عن دراوي ما بين اداره والرابطه، كيفاش هما تعاملوا مع الوضع؟ هل دراوي اللي حشاي يكون خاطر في المواجهه؟ يعني استثنيتوه من الحسابات تاع نهائي؟ لا، دراوي اللي افيك نو، دونك دراوي سي تان بيس ماتريس بالنسبه لنا احنا، عنصر مهم جدا بالطبيعه كما المجموعه الكل. موجود نكونوا فرحانين وسعداء جدا، مش موجود نتعاملوا ونحاولوا نلقاو عند المعاوضين، وسبق وانه لعبنا ناقصين ثلاثة واربعة وخمسة لاعبين المقابلة الخيرية، معنا لعبناها تقريبا في البيض ونحن ناقصين خمسة لاعبين، واللاعبين ادوا ما عليهم دونك، ولكن مهم جدا وانه نكونوا سعداء لما يكونوا معنا الدراوي، لانه اللاعب معناها مهم جدا في الـ في الـ في, الـ في التركيبة متاعنا. كوتش على الصعيد الشخصي كيفاش نبيل الكوكيرا ويحضر لهذا النهائي، خاصة أنه فيه إمكانية أنك تفوز بأول ألقابك مع شباب بوزدان؟ والله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. المهم هو المجموعة تكون حاضرة بالنسبة لي أنا، دونك نحضر المقابله هذه نحضر فيها في ظروف عاديه، ولكن بالطبيعه ثم ديتاي كيما قلت ديتاي تكنيك تحضروا كل سوا في التيران، ثم سي لو بلون مونتال لازم يكون مع اللاعبين اكثر واكثر، هما لازم يكونوا حاضرين، دونك هذا المهم، هما يكونوا لو جور جي يكونوا حاضرين، وان شاء الله معناها ربي يوفقنا ويوفق الملاعبيه المجموعه هذه باش معناها ربي يجازيها على الساكريفيس وعلى الزيفور اللي عملوها. تعرف نحن في منعرج خايب تو، معناها منعرج باهي بيان سور، ولكن لازمنا نكونوا فاتنين، نكونوا تريز اتونتيف، نكونوا كونسونتري برشا، لانه مازلنا خمس مقابلات في البطوله، مازالت مباراه نهائي، جوسكا ماتنو انا ريان غاني ما ربحنا حتى شيء، دونك يفو فير اتونسيون، دونك لازم نكونوا اكثر كونسونتراسيون من بقيه الموسم الكل. كوتش كيف تشوف المنافس جماعه تشلاف؟ بالطبيعه جماعه تشلاف هي ولون وين الترتيب نتاعها اللي موجوده فيه توا ماهوش ما يعكسش معناها معكش الوجه اللي ظهر فيه في عديد المقابلات، دونك ظهرت بوجهين تقريبا، الوجه في البدايه كان مش ولا بد، من بعد تحسن النتائج، شفنا معناها جمعيه شلف معناها تلعب في كوره، شفنا حتى الدومي فينال، عم دومي فينال على المستوى بيان سور، عندها عناصر كيما عندها ديزاتو، عندها زاده كيف كيف مواقع نتاع ضعف، ولكن منافس معناها على مستوى بالنسبه لنا احنا. كوتش غياب حسام غياب ميريزي كيأثر؟ ميريزي عنده شهرين تو. نعم، إلا دو موا. جو سي، جو سي، سي في أوبي. هو. بيان سور، بس شوف. شوف، شوف. أنا فرحان برشا من اللاعبية اللي خدمنا معهم واللي حضرنا معهم، وأنهم كي معناها كي سحقينا لهم لقيناهم، لقينا في معناها لقيناهم في أوج العتاد، دونك حسام أكيد جدا، ولاعب منتخب حسام في الأخير. لاعب معناها ذو امكانيات، عنده خبره، عنده خاصه الاوتوماتيزم على الاولاد الاخرين، ولكن الحمد لله نشوفوا في ربيعي اللي كان هو المعوض، ولا في بعض الاحيان زاد حتى كان دراوي في المكان هذاك، قدموا مستويات معناها معتبره، ولكن كل مدرب ماذا بيه يكون، ولو انه هو كاستيت ماذا بيه كل اللي زاتو نتاعو كله يكون موجودين، خاصه في مواعيد كما هذيا، في مواعيد نهائي، ماذا بيه كان لو كان ميريزيك معايا، وماذا بيه لو كان دراوي معايا، وماذا بيه لو كان حميدي معايا، فهمت؟ دونك هذوما كل ماذا بيه كانوا معي، ولكن نحن نتعاملوا بالظروف، نتعاملوا مع الـ مع الـ مع الواقع، اليوم موجودين ان شاء الله دراوي اذا كان تحسننا وكمل وتواجد معنا اوكي، سينو انا انا لي مويان ان شاء الله بوبور معناها رومبلاسي الغياب نتاعو ان شاء الله.